هجرة كلمة صعبة. أنا عايز أطمن المهاجر، هدفنا راحتك، هدفنا نشيل الحمل معك، محبة وخدمة وتضحية طول الوقت للمهاجر. هاجر معاك. مشاهدينا أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم مهاجر معاك. مين فينا بيجي أمريكا وما بيبقاش عنده هدف أو حلم حياته إن هو يجيب بيت؟ كلنا لما بنيجي بنبقى في فترة بنستحمل فيها الإيجار، في فترة بنستحمل فيها الأبارتمنت الصغيرة، ولكن بيبقى عندنا دايما هدف إن إحنا إمتى يا رب هتسمح إن إحنا نشتري بيت ويكون بتاعنا ويكون واسع وجميل ويكون ولادنا مرتاحين فيه. ده حلم مشروع ومن حقنا كلنا نحلمه، بس يا ترى إمتى نعمل ده وإيه الوقت الصح ده، والفلوس اللي معايا هتكفي ولا هتزنق؟ أحلام وأفكار كتيرة جدا، مفيش قاعدة بنقعدها مع بعض كده نتعشى ونتقابل في سمر في حاجة مع بعض عيلة أصحاب إلا ولما بنجيب سيرة الموضوع ده. إيه رأيكم يا جماعة؟ أنت خدت فين؟ وأنت خدت فين؟ وعملت إيه في القصة دي؟ طب سددت إزاي؟ طب وكان عالي؟ طب وكان واطي؟ طب والحتة دي المنطقة دي حلوة؟ يعني بنطرح أسئلة كتير جدا. أحيانا إجابات الناس بتبقى مش مناسبة لينا، علشان كده دايما بنحب من هذا المنبر من جريس اللي انتوا بتثقوا فيه وبتحبوه ومن برنامج مهاجر معاك بالتحديد، بنجيب ناس هي دي شغلتها وهو ده دراستها وهي دي خبرتهم في هذا المجال، اللي لما هيقولوا لنا حاجة هنبقى خلاص مصدقين ان هي دي الحاجة الصح، ودايما بنختار لكم الناس الموثوق فيهم. عشان كده بيشرفني جدا جدا النهاردة الأستاذ كرم أوتسي، هو أشهر من النار على العالم ومعروف كريل استيت في كاليفورنيا، باع واشترى لناس كتير جدا أرقام كبيرة جدا من أعداد هو هيقولها لنا دلوقتي يمكن فاكرها أو مش فاكرها يعني من البيوت. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. شكرا كرم. شكرا على التقديم الجميل ده، وشرف لي أن أنا أكون مع حضرتك ومع جريس. ربنا يخليك. طيب قبل ما نبتدي بقى في حلقتنا وفي الماركت وفي الحاجات اللي أنا قلتها في المقدمة دي، في ناس كتير بتشوفنا يمكن لأول مرة، في ناس طبعا بتشوفك كتير بس يمكن في ناس أول مرة تشوفك معنا النهاردة، ادينا فكرة أكتر عن الأستاذ كرم قدسي. شكرا. أنا اسمي كرم قدسي، أنا ريل استيت ايجنت في كاليفورنيا من 2015. بدأت البزنس ده في 2014، عندي الريل استيت كومباني بتاعتي مع كيلر ويليامز. كان ليا شرف طبعا الوقت اللي فات اساعد حوالي 150-160 اسره من المهاجرين. واو. ان هم يشتروا او يبيعوا ريل استيت بيوت يعني، وكمان يستثمروا فلوسهم في الريل استيت. خلال وقت قد ايه؟ في خلال ال 8 سنين اللي فاتوا مثلا، يعني سبيشالي اخر 5 سنين. كان ليا شرف جدا ان انا يعني زي ما تقولي كده ربنا اختار لي ان انا اساعد المصريين والعرب ودون مهاجرين زي ما انا مهاجر كده. وهدفي كله ان انا اساعد كل المهاجرين ان هم يقدروا يشتروا بيت او يبيعوا بيت او يستثمروا فلوسهم في ريل استيت باسهل وافضل طريقه ممكنه. ده حلو قوي، ربنا يباركك. شكرا. وربنا دايما يعني بيحط الشخص المناسب في المكان المناسب علشان يخدم المجتمع بتاعه ويعرف يخدم الناس اللي حواليه. ياس، ده حقيقي. في الاول اول ما جيت امريكا كانوا ناس كتيره بتقول لي يعني انه اشتغل مع الجنسيات التانية، وانا ما ارتحتش غير في ان انا اشتغل مع المصريين والعرب، which is حاجه يعني ناس كتيره بتستغرب لها، بس انا شايف ان احنا كمهاجرين أكثر نجاحاً مما إحنا شايفين نفسنا، وفي نفس الوقت ربنا بيقود خطواتنا بشكل واضح جداً يعني. نعم. كل ترانزاكشن بشوف فيها إيد ربنا في كل ترانزاكشن، فبجد يعني أنا فخور بالجالية المصرية والعربية إن هم محققين نجاحات قد يكون ناس اتولدت هنا مش قادرين يحققوها. وإحنا فخورين بيك. شكراً. وأنا أعرف شخصياً ناس من اللي أنت اشتريت لهم بيوت، قد ايه فرحانين بالتعامل وفرحانين بالبيت بتاعهم
ومقدرين جدا تعبك وخبرتك. امين، تحت امره. طيب ندخل في موضوعنا، الحلقه الاولانيه بتاعتنا. طيب احنا زي ما معودين المشاهدين بتوعنا في برنامج مهاجر معاك، اني باخدكم كده في رحله صغيره، حلقاتها صغيره علشان ما تزهقوش، وفي نفس الوقت نقدم معلومه يعني سبيسيفيك كده تقدروا تستفيدوا منها، ما نبقاش يعني منطورين المعلومات كلها في حته واحده، لكن حته صغيره حته صغيره علشان تستفيدوا. اخبار الماركت ايه؟ وده السؤال اللي كل قاعده الناس بتساله. مظبوط مظبوط، ده سؤال الساعه يعني. هو الماركت الريل استيت ماركت طبعا مش ثابت بشكل لمدة 10 سنين مثلا، لا اتس اب اند داون، بس في ترند الماركت بيمشي عليه. الريل استيت ماركت حاليا از فيري فيري سترونج. يعني ايه فيري سترونج؟ يعني السلعه اللي اسمها البيوت الريل استيت سلعه رائجه جدا، عليها طلب كبير جدا. وفي نفس الوقت اسعارها في ازدياد مستمر. انا بتكلم عن الوقت الحالي النهارده، احنا دلوقتي بنصور في جون 2023. ايوه حلو، ده الوقت الحالي بالظبط، او بقالنا 3 شهور او اكتر في ازدياد مستمر، وان الماركت از بيكينج اب، وفي نفس الوقت الاسعار في ازدياد رغم ان الانترست ريت عاليه. طبعا سمعنا ناس كتير وسمعنا من فترات بعيده انه الماركت هاي كراش. الماركت didn't crash. مفيش عوامل بتقول ان الماركت هاي كراش، وهنتكلم عن الادله دلوقتي بالارقام مش اراء شخصيه. والناس اللي قالت ان الماركت هاي كراش في 2023 ما كانوش اكيوريت، ما كانوش بيقولوا معلومه صح. والناس اللي قالت ان الماركت هيكراش في 22 او في 2020 ايام كوفيد وقبلها في 2018 و2016، يعني احنا بنسمع الجمله بتاعه اصبر الماركت هيكراش. انا أو بس عايز اقول قبل الماركت كمان هيكراش. كراش للمشاهد اللي اول مره برضو عنده الاكسبريشن دي جديده يمكن على ودنه او اول مره يسمعها، انه الماركت او السوق بينخفض بالظبط، بينهار او ينهار بالظبط، يعني مثلا ينزل مره واحده بالظبط، ان السعر بتاع البيت ينزل 30-40%، ده اسمه كراش. فده تمام. في ناس كتير قاعده بقالها 12-13 سنه مستنيين ان الكراش دي تحصل. وللاسف بعض الناس برضو اللي هم يعني غير خبراء قوي، ممكن خبراء في مجالات تانية، خبراء في الاقتصاد، خبراء في الفاينانشلز، لكن مش خبراء في الريل استيت. وللأسف maybe sometimes برضو بيبقى ناس شغالة في الريل استيت بس بيقول المعلومة ممكن تكون ناقصة شوية. يعني المعلومة مش كاملة. أو بيقولوا معلومة مبنية عن التوقع أو على التخيل. يعني في ناس بتقول لا هي سايكل ولازم تحصل إن الأسعار تنهار. مش حاجة اسمها كده يعني. مفيش حاجة بتحصل من غير أسباب. يعني دايما في عوامل معينة بتؤدي الى حدث معين، لكن لو ما عندناش عوامل بتقول ان حاجه معينه هتحصل ما يحصلش، يبقى حاجه ببساطة ضرب من الخيال، او ان هي حاجه سوبر ناتشرال، يعني حاجه بره الطبيعي، زي ان حرب تقوم ان كارثه طبيعيه. يعني حتى في وقت كوفيد انا فاكر انه تقريبا ما فيش حد ما طلعش قال ان الاسعار هتنهار. وانه ما حدش يشتري دلوقتي، ولو في ايدك انك تبيع بيع، علشان على اخر 2020 هيحصل انهيار تام في سوق العقارات. احنا كنا شايفين غير كده، يعني احنا كريل استيت بروفيشنالز كنا شايفين غير كده، احنا ايدينا في الموضوع كل يوم ومركزين في الحته دي بس. يعني في ناس ربطت ان انهيار البورصه او انهيار الاسهم ده بالتالي سيؤدي الى انهيار في سوق العقارات، ده ما حصلش. الاثنين مش مرتبطين ببعض للدرجه دي. احنا وقت ما كانت الناس بتقول الكلام ده كنا مثلا نروح اوبن هاوس في وقت كوفيد والناس خايفه على حياتها. فكنا بندخل اسره للبيت. فكان بيبقى فيه طابور طويل جدا واقف يدخلوا. علشان يخشوا بس يلقوا نظره على البيت علشان يشتروا. فده في عز ما الناس خايفه على حياتها وقاعده في البيت نازلين علشان يشتروا، ده ادانا انديكيشن ان الطلب كتير طبعا، وان الطلب عالي. بدانا نلاحظ ان البيوت ما بتقعدش 3 4 ايام، اسبوع 10 ايام وبتتباع. لاحظنا ان البيوت بتتباع اعلى من الاسكينج برايس اللي السيلر كان طالبه. الانديكيشنز دي بتقول لنا ده فتره الكوفيد. اوكي تمام، في عز ما كان كل حاجه منهاره حوالينا والناس شغاله من بيوتها والناس
خدت اجازات، فكنا شايفين ان الريل استيت ماركت ماشي في دايركشن معين، فكنا شايفين انه بناء على المعطيات اللي عندنا اللي احنا شايفينها لا مش هيحصل كراش، رغم ان ناس كتيره اللي مش شايفين اللي احنا شايفينه كل يوم كانت بتقول ان هيحصل كراش. الريل استيت ماركت او الريل استيت عامه زيه زي اي سلعه في الدنيا اللي بيعتمد على العرض والطلب. لو الطلب كتير طبيعي السلعه سعرها هيزيد. لو يعني خليني اصلحها اكتر، لو الطلب اكتر من العرض السعر هيزيد، لو العرض اكتر من الطلب السعر هيقل. السعر هيقل طبعا. وكلمه عارف. كراش علشان تحصل لازم ان الطلب يبقى قليل جدا 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 والسبلاي عالي جدا جدا جدا، يعني كل باير عنده 10 15 بيت يختار ما بينهم. لكن احنا كنا شايفين ان كل 10 بايرز عندهم بيت واحد، ففي منافسه. فطبيعي ما دام في منافسه على سلعه معينه السلعه تعلى، السلعه سعرها يعلى. اتس نوت روكيت ساينس، اتس ا سبلاي اند ديماند ويتش از الف ب يعني اقتصاد. صح. فمهم قوي ان احنا نبقى شايفين الريل استيت ماركت عامل ازاي، وما نسمعش لاراء ناس تانية قد تكون بحسن نيه بتقول معلومه مش كامله قوي. وهدي لحضرتك مثال بسيط. اتفضل. احنا في 2022 يمكن في شهر مايو او جون وصلنا للبيك بتاع الاسعار، اعلى سعر. ده كان اعلى سعر مثلا في اخر 10 سنين 12 سنه. حلو. بعد كده الاسعار نزلت لحد شهر يناير اللي فات، نزلت حوالي 10% اون افريج. طبعا في مناطق نزلت 7، في مناطق نزلت 12، لكن الافريج كان 10%. دي مش ارقامي، دي الاحصائيات. طيب. تمام. حلو. طيب ده يعتبر انهيار؟ لا ما يعتبرش انهيار. ليه بقى؟ لانه ال 10% دي ما نزلتش مع ثبات عامل مهم قوي وهو الانترست ريت. يعني لو لقينا ان الانترست ريت فضلت 3% والاسعار بدات تنزل، نقدر نقول اوب الطلب بيقل على البيوت، فيبقى الاسعار هتنزل جدا. تمام. ده ما حصلش. الانترست ريت لما نزلت، لما زادت عليت. لما زادت للضعف من 3% ل 6%، يعني زياده 100% تقريبا. الريل استيت نزل 10% بس. ده حتى مش محصل اللي احنا كنا بنسميه كوركشن. تمام. الحاجه الثانيه اللي برضو الناس مش شايفاها، انه لما الانترست ريت عليت للضعف والريل استيت نزل 10%، البيوت رخصت تكلفتها عليت عليا ولا قلت؟ رغم ان هي نزلت 10%. خلينا نحسب بالارقام. المفروض تكلفتها على قد ما انا عارفه يعني عليت. بالظبط. لانه الفايده ضعف. بالظبط. مش كده؟ هديك مثال يوضح النقطه دي. لو قلنا ان في باير كان عنده اوبشن انه يشتري بيت ب 700,000 دولار. أوكي. لما كانت الانترست ريت 3%. التاكس المورجج بتاع الشخص ده excluding التاكسز والانشورنس، يعني البرنسبل والانترست بس، كان هيبقى في حدود 2500 دولار. يبقى انا علشان هدفع 10% 70,000 دولار، واشتري بيت ب 700,000 دولار، الاستيميت نمبر بتاعي لو انا هاخد انترست ريت 3% كان المورجج بتاعي من غير التاكسز والانشورنس حوالي 2500 دولار. حلو. اوكي. طيب البيت نزل من 700,000 نزل ل 630,000، نزل 10%. حاجه حلوه. بس ايه اللي خلاه ينزل ال 10%؟ ان الانترست ريت بقت 6%. لو انا عايز اشتري نفس البيت ده النهارده بفايده 6%، والبيت ده بعد ما كان ب 700 بقى ب 630، عارفين المورجج كام؟ 3200. يعني الدفعه الشهريه زادت 700 دولار. علشان كده اللي انا بقوله، لما حد يطلع يقول يا جماعة ده في انهيار في العقارات والماركت نزل 10%، لازم تحط الصورة كاملة انه ده نزل لانه الانترست ريت عليت، ورغم الارتفاع الشديد جدا في الانترست ريت بنسبة 100% الاسعار نزلت 10% بس. وتكلفتي النهاردة ان انا اشتري بيت حتى مع النزول بتاع 10% ده بقت اعلى. بقت اعلى. الحاجة التانية بقى المفاجأة، يعني عندي سؤال قبل المفاجأة. ماشي اتفضلي. الأحسن أنساه. لا لا مفيش مشكلة. في اللي أنت بتقوله. خالص. دلوقتي أنا اشتريت البيت ب 630 وفرحت. حلو. حلو. المورجج بقى 300
3000 سوري و200 ولا 3000 ومش عارف ده البرنسبل والانترست دي استيميت نمبرز. طب تمام المجموع الكلي للمورجج هيبقى اعلى من فرق 630 لل 700؟ مش فاهم السؤال. انا اسف. يعني انا دلوقتي وفرت تمام وفرت من 700 ل 630 مظبوط. هل انا هدفع اكتر في المورجج مش بس شهري؟ يعني الفرق ده مش هيتعوض ولا هيتعوض ولا هيتعوض اكتر منه؟ هي كومباينيشن. يعني احنا لو مش هنشتري كاش قدرت اوصل لك سؤالي؟ يعني انا هحاول اجاوب. انا كسبانه ولا مش كسبانه؟ لا سيبك من حكايه كسبانه ومش كسبانه. هو البيوت مش سهمه في البورصه يعني. لا هو ما هو الناس بتحسبها شويه كده. يعني انا فرحت اني انا اشتريت البيت ابو 700 ب 630 مظبوط. بس حضرتك النهارده بتقول لي ان انت فرحتي بس الفايده اللي هتدفعيها لانها عاليه في المورجج بتاع كل شهر هتبقى اكتر من الفرق اللي انت فرحانه بيه مثلا. بس مش عايز اقول كده مش عايز اقول كده. يعني هي بغض النظر يعني it's not exactly. بس مش عايز اقول انه مثلا اللي اشترى اكيد اللي اشترى من 10 سنين احسن من اللي اشترى من 5 واللي اشترى من 5 احسن من اللي اشترى النهارده. يعني في جمله شهيره بتقول لك the best time to buy real estate was 5 years ago. yeah. تمام طبعا. بس قصدي اللي انا عايز اوصله انه اطمن انه انت لو اشتريت بيت اطمن ان انت اشتريت حاجه لسه عليها طلب وان كمان الناس عندها استعداد تشتري السلعه بتاعتك بتكلفه اعلى رغم انه القيمه او سعرها قل لكن تكلفتها زادت. ولما احنا نشوف ان الناس عندها استعداد تدفع فلوس في سلعه الانترست ريت اللي بياخدوه بيه عالي ده شيء مطمئن لكل الناس اللي اشترت ويوضح لنا انه ما حصلش الانهيار اللي انا كنت لسه بتكلم عليه. أيوة. النقطه اللي كنت عايز اوضحها المفاجاه انه احنا بنتكلم في ال 10% دي اللي هي ما بين ليتس سي مثلا جون السنه اللي فاتت لحد يناير السنه دي. لكن من اول يناير 6 شهور 8 شهور. لكن من اول مثلا يناير بدانا نشوف انه الاسعار بدات تعلى. من اول شهر فبراير تعلى اكتر، مارس، ابريل، مايو الخط بتاع الاسعار طالع ابتدى يعلى. فالفرق اللي كان 10% اللي كنا بنقول البيوت نزلت 10% الجاب دي بتقل. تمام. طيب عايز اقول انه خلاصه اللي احنا قلناه انه الريل استيت ماركت لاي حد بيسال الريل استيت ماركت از فيري هوت. لسه في طلب كبير على البيوت. الكراش اللي كانت الناس بتقول ان هي هتحصل بقالنا سنه واتنين وعشرة ما حصلتش. تمام. وفي عوامل هي اللي بتقول الكلام ده واي حد يشوف الفيديوهات. انا كنت من سنه هنا وكنت بقول انه الكراش تحصل لو حصل 1 2 3 لكن ده مش وارد فبالتالي ما كناش متوقعين ان هيحصل كراش. عايز اقول حاجه برضو مهمه انه افرض انا بقول اي كلام خلينا نشوف بالارقام الوضع عامل ازاي النهارده علشان برضو المشاهد يقدر يشوف الرسم البياني بتاع الارقام وبتاع الديز اون ماركت. وكمان بعد ما هنشوف الحاجات دي على الشاشه هنشرح اكتر الريل استيت اخر 10 سنين عامل ازاي، اخر 3 سنين عامل ازاي، اخر 6 شهور، اخر 3 شهور علشان نفسر كل بس. اللي احنا قلناه النهارده علشان المشاهد يبقى شايف الحقيقة بالأرقام بالزبط. وكمان شايف الأسباب اللي أدت للكلام كده. فخلينا نشوف أول صورة معنا. يلا بينا. الصورة اللي حضراتكم شايفينها النهاردة يعني حضراتكم شايفينها دلوقتي دي ببساطة بتوضح الميديان سيلز برايس. الميديان يعني 50% أقل و 50% أعلى. فالميديان سيلز برايس في كاليفورنيا ريجن MLS يعني الكاونتيز بتاعتنا لوس انجلوس اورنج سان برناردينو وريفرسايد وكمان سان دييغو شويه كاونتيز حواليها فمساحه كبيره قوي. بتقول انه في يناير كان الميديان سيلز برايس 710,000 في مايو نط من 710 ل 780,000 يعني 70,000 يعني اولموست 10% زياده. دي ارقام ال MLS كاليفورنيا ريجن MLS دي مش ارقام انا. طيب الحاجه الثانيه انه في حاجه اسمها الديز اون ماركت يعني البيت بيقعد قد ايه على الماركت علشان يتباع. كان الميديان ديز اون ماركت في شهر يناير 32 يوم
يعني في المتوسط البيت بيقعد 32 يوم علشان يتباع. ويتباع. في مايو الرقم ده نزل لكام؟ ل 12 يوم. واو. يعني البيت قاعد مكان بيقعد 32 يوم علشان يتباع حاجة. بقى بيتباع في 12 يوم. بدل ما كان الميديان سيلز برايس 710 ألف بقى 780 ألف. فلاحظنا ان ما بين يناير السنة دي لمايو الايام نزلت من 32 يوم ل 12 والسعر زاد من 710 ل 730. اخر صورة هتبين لنا يمكن ليه ده حصل. احنا قلنا ان اللي بيتحكم في السوق السبلاي اند ديماند، تمام؟ في يناير السنة دي كان الاكتف ليستنجز يعني البيوت اللي معروضة للبيع كانت حوالي 67,600 بيت. 67,000 اكتف يعني لو حد عايز يشتري محطوطين على الماركت، فعنده 67,000 بيت في كل كاليفورنيا ريجن. اوكي. نزلت لكام بقى النهارده في مايو؟ ل 32,000. يعني تقريبا عدد البيوت الاكتف، البيوت المعروضه للبيع، الافيلابل ليا وللبايرز ان هم يشتروها، بعد ما كانت 67,000 بيت بقت 32,000 بيت. بس فالارقام والرسم ده يبين انه السبلاي عمال بيقل، الطلب بيزيد، وبالتالي ادى الى الاسعار بتزيد. تمام. لا ده شرح ممتاز الصراحة، يعني شكرا كتر خيرك. يعني بجد احنا كنا فاكرين ان الاسعار نزلت هتفضل بقى نازلة شوية، الحق يشتري على لانها هتفضل نازلة كده او هتنزل تاني. بالضبط. هي نزلت طبعا في اخر 6 شهور السنة اللي فاتت، لكن بداية من يناير فبراير بدأت تطلع زي ما شفنا في الرسومات انه الكيرف بتاع الاسعار طالع، الكيرف بتاع الديز اون ماركت وكمان الانفنتوري يعني كمية البيوت اللي اكتف على الماركت نزلت. كتر خيرك. شكرا. الحلقة جميلة جدا ومحددة جدا في موضوع شكل الماركت ايه من وقت من زمان ودلوقتي واللي جاي تقريبا، يعني أيوة. تقريبا. ليه بنقول تقريبا؟ علشان الدنيا بتتغير طبعا، يعني لنا ولا أستاذ كرم ولا أي حد يقدر يقول بكرة هيحصل ايه 100%، بس يعني هما العلم بيجتهد واحنا بنمشي ورا العلم اللي بيجتهد ده شوية. مظبوط. وان شاء الله الحلقة اللي جاية هنتكلم عن التفسير المنطقي ليه ده حصل. مرسي على الحلقة الحلوة. استنونا الحلقة الجاية هنتكلم ليه ده حصل، وهنتكلم هو الأوفر اللي هقدمه يبقى أقل واللي يبقى أكتر، ولا يبقى زي اللي معروض، ولا إيه. هتبقى حلقة حلوة قوي. خليكم معنا وتابعونا في برنامج مهاجر معاك. كلمة هجرة كلمة صعبة. أنا عايز أطمن المهاجر، هدفنا راحتك، هدفنا نشيل الحمل معك، محبة وخدمة وتضحية طول الوقت للمهاجر. هاجر معاك.